لو الحكاية فيها إن فيتو. في البداية دكتور، كيف ترى الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من قتل المتظاهرين؟ أولا مسألة التعليق على أحكام مسألة لا يجب إطلاقا لرئيس الوفد أو لأي مسؤول سياسي في مصر أن يعقب على حكم قضائي بات، وهذا حكم بات. المحاكمة كانت محاكمة جنائية، ولو كانت محاكمة سياسية لجاز لنا أن نعلق عليها، لكن هذه محاكمة جنائية ودائما الحكم عنوان الحقيقة. خلاص قضت المحكمة بأن الرئيس مبارك لم يشارك سواء بالتقصير أو بالتحريض على قتل المتظاهرين، فهذا الحكم هو عنوان الحقيقة وليس لنا أن نعقب عليه. كيف ترى يعني بما يكونه البعض بأن المحكمة رأت ما أمامها وأن الأوراق تزورت لصالح هذا الحكم؟ هذا الأمر أيضا المحكمة أدرى به، ولو رأت المحكمة أن دفوع البعض، لأن أكيد محامين المدعين بالحق المدني دفعت بهذه الأمور، لو ارتأت المحكمة أن تلك الدفوع لها أساس من الواقع أو الحقيقة لاتخذت إجراءاتها، وبالتالي طالما صدر الحكم فعلى الجميع أن يحترمه. لما قامت 25 يناير كنا بنطالب ب يعني محاكمة سياسية. المحاكمة السياسية ليس فقط بس لسجن المتورطين أو، لكن المسؤولية السياسية في ما قبل في 30 عام الماضي. إنما المحكمة بتحاكم وقائع جنائية، وبالتالي أنا لا أعقب على هذا الحكم، والحكم هو عنوان الحقيقة ولا تثريب عليه.